السلام عليكم. أدنى المواطن موطن إن هزه جرح الكرامة للصراع تمادى، وأذل ما في الشعب يستجدي مستعمرا ويؤله استبدادا، ويئن من جلاده وهو الذي صنع الطغاة وسلح الجلادا. بهذه المضامين كان يتحدث البردوني عن جرح الكرامة لدى الشعب الذي كان يدرك أن من بين الجروح المفتوحة جرحا عميقا اسمه جرح الكرامة. منذ الانقلاب والاجتياح تعرضت الشخصية اليمنية لإسحاق الاعتبار على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها الاعتبار الإنساني وتحويل الأغلبية الشعبية إلى مربعات العوز والفاقة وارتفاع نسبة الفقر واتساع رقعة المجاعة. في رمضان الذي يشهد تكافلا إنسانيا واسعا بين اليمنيين يبدو على غير العادة، فالذين كانوا بالأمس يحسنون إلى الناس باتوا ينتظرون الإحسان إليهم، والذين كانوا بالأمس يمنحون الآخرين عطاء إنسانيا باتوا ينتظرون العطاء عندما أصبح الفقر الضيف الدائم على مائدتهم بعد أن كان الكرم ضيفهم ورسولهم إلى الناس. الإغاثة هي الأخرى في رمضان بين العمل الإنساني والتشهير، فالطوابير الطويلة التي تبحث عن الغذاء في شوارع المدن مؤشر لسحق اعتبار شعب كان يوما ما رمزا للكبرياء. وهنا نتساءل ما أثار العمل الخيري عندما يتحول إلى أذى وسحق لاعتبار المحتاجين، وماذا عن معاناة اليمنيين التي تمددت من الريف إلى المدن، ومن المسؤول عن كسر الذات اليمنية وتحويل المجموع الشعبي إلى متسولين وأيتام على مائدة اللئام. مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. ظروف اجتماعية وظروف مادية صعبة جدا. منذ الحرب والانقلاب أصبح الفقر الضيف الدائم في مائدة اليمنيين، إلا أن لرمضان شأنا آخر، إذ يبدو اليمنيون كأيتام على مائدة اللئام بعد أن جرفت الحرب كل ممكنات العيش والاحتفاء بهذا الشهر الكريم، وبعد أن سلب منهم الانقلابيون مواردهم وفرص عيشهم. الانقلاب من إسقاط الدولة إلى إسقاط الكرامة اليمنية، تبدو الصورة أكثر وضوحا في رمضان بالنسبة لليمنيين الذين فقدوا ممكنات البهجة وطقوس الإفطار والصيام، بل وأصبحت كرامتهم مجالا للهدر منذ اللحظة الأولى لسقوط الدولة. في الأسواق وعلى قارعة الطرق وفي الأرصفة تبدو ملامحهم مهزومة الكبرياء وأيديهم التي تلوح بالهزيمة النفسية في انتظار المعونات التي لا تخلو من الأذى وابتزاز شخصيتهم وتحويلهم إلى مادة دعائية بالغة الإهانة. رمضان والمعونات الإنسانية قصة لم يألفها اليمنيون الذين اعتادوا في هذا الشهر أن يكون شهر التآلف والتراحم فيما بينهم، غير أن ضيق الحال جعل السواد الأعظم منهم لا يملك قوت يومه ويقاتل من أجلها أو ينتظر انفراجة مؤقتة من الهيئات الإغاثية أو تحول تصريحات المانحين التي لا تزال أرقاما بلا واقع. لم يهدأ الصوت الأممي المحذر من التداعيات الوخيمة لارتفاع نسبة الفقر وخطر المجاعة التي تضرب نسبة كبيرة من اليمنيين، غير أن لا شيء يذكر سوى هذه النداءات الأممية التي لا تتجاوز طرق المحاذير دون أن تخطو بشكل جاد وحثيث لتلافي هذه الكارثة الإنسانية. كسر الذات اليمنية وتحويل الناس إلى متسولين يشير بأصابع الاتهام للذين وضعوا اليمن في قلب هذه المأساة الراهنة. سيكون معنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة ضيفنا عبر سكايب المحلل السياسي عبد الله إسماعيل من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير أختي. إذن عبر الهاتف أستاذ عبد الله، يعني لو تحدثنا بداية عن الانقلاب منذ إسقاط الدولة إلى إسقاط الكرامة اليمنية، كيف تتحدث؟ يعني المتتبع والملاحظ ويعني القارئ لما حدث منذ اختطاف الدولة اليمنية وإسقاط الدولة اليمنية من قبل تحالف الانقلاب أن هنالك عملا ممنهجا لإفقار الناس وتجويعهم، وهذا الأمر هو عكس أو انعكاس لطبيعة أولا جماعة الحوثي التي هي امتداد تاريخي لحكم مارس التجهيل والتمرير والإمراض والإفقار للمجتمع اليمني، وبالتالي هي أمر لم يكن يعني مستغربا. كلما يعني استخدمه الحوثيون وجماعة الحوثي وأيضا تحالف مع علي عبد الله صالح منذ إسقاط الدولة اليمنية وإسقاط العاصمة صنعاء هو عمل ممنهج لإفقار الناس وتجويعهم ونشر الأمراض، لأن هذا هو الثالوث الخطير والمخيف الذي ربما يظنون أنهم باستطاعتهم بواسطته أن يقهروا الناس وأن يصلوا إلى
تحقيق مشروعهم، سواء كان مشروع مشروع الحوثيين في السلاح على البلد، وأيضا امتداد لمشروع تاريخي معروف، وأيضا امتداد لمشروع إقليمي، أو الانتقام الذي يمكن أن نسميه مشروع العلي عبد الله صالح والمخلوع، الذي هو جاء لهدف التحالف مع الحوثيين للانتقام من هذا الشعب الذي قال له لا في 2011. وبالتالي أعتقد أن كل الممارسات كانت واضحة، من النهب إلى إسقاط المؤسسات إلى تجويع الناس ومصادرة أموالهم، ومرورا بالاستيلاء على جميع موارد الدولة، البنك المركزي، الأموال التي تم يعني سلبها من الأوقاف ومن التأمينات ومن المعاشات. نحن نتحدث عن أكثر من 12 مليار دولار تم نهبها من قبل ميليشيات الحوثي، وبالتالي أيضا الوصول إلى منع مرتبات الناس واختطاف قوت يومهم. وأيضا لم يتوقف الأمر على ذلك، بل تدخل الحوثيون أيضا في موضوع يعني التحكم في الأسواق وإيجاد السوق الموازي والسوق السوداء، وأيضا الجبايات التي كل فترة من الفترات يعني تظهر بشكل أو بآخر. إذا نحن أمام سياسة ممنهجة وليست عملا يعني ربما يمكن أن يسميه عرضا أو عارضا، وإنما هو عمل ممنهج من أجل يعني إفقار الناس وتجويعهم وإذلالهم. وأنا كنت أضرب دائما مثال، وهذا أعتقد اسمحي لي فيه، نعم، أنه عندما أنا زرت صنعاء بعد الانقلاب الحوثي على وانقلاب تحالف الانقلاب على الدولة اليمنية، أنا زرتها بعد شهرين من إسقاط العاصمة اليمنية صنعاء، ورأيت كيف كان يتعمد الحوثي أن ينشر عناصره في زوايا وفي مفاصل العاصمة بتلك الهيئة السيئة التي يمكن يعني لديه من الأموال ما يعني يلبسهم أفضل الأزياء واليونيفورم كما يسمى، ولكنه كان يتعمد أن يذلهم، أن يذل الناس، وأن يظهر بهذا الشكل الذي فيه محاولة لإذلال الناس ومحاولة لكسر يعني كبريائهم. نعم، هناك من يقول الأستاذ عبد الله يعني أن هذا الإذلال للشخصية اليمنية منذ إسقاط الدولة يعني ربما بدأ أو يعني بدأ يمس المواطن بشكل شخصي منذ انقطاع الراتب، مرورا الآن ربما يعني تظهر هذه الصورة المذلة في شهر رمضان. يعني أنت تفضلت وقلت يعني أنا حتى أنهم استولوا على غير أنهم استولوا على الأموال، استولوا أيضا وفتحوا سوق موازي أو سوق سوداء، هناك أيضا يعني أنهم يستولون على كثير من مداخل الإغاثة التي تأتي لليمن وللمناطق التي يسيطرون عليها. طبعا بالتأكيد يعني ما يخص مواضيع الإغاثة والمساعدات وحتى الأدوية التي يتم يعني إيصالها أو محاولة إيصالها للمتضررين في اليمن، هنالك تقرير نشر مؤخرا على أنه الحوثيين تم استولوا على 63 سفينة إغاثة وأكثر من 550 قافلة معونات غذائية، كثير من الأدوية التي تصل إلى اليمن بغرض الوصول إلى المحتاجين، وأيضا القضاء على بعض الأوبئة التي ظهرت منها الكوليرا، تتخذ طريقها مباشرة إلى السوق السوداء وإلى البيع خارج إطار النظم التي وضعت لها. وبالتالي أعتقد أيضا أن هذا الأمر أصبح واضحا حتى لدى يعني لدى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وهنالك في بعض الأحيان يعني تلميحات من قبل هذه المنظمات على أن هذا الأمر أصبح واضحا، لكن نحن ما نراه وما يتم رصده أنه أيضا أصبح أمرا ممنهجا. الحوثيون يستولون على كل شيء، يستخدمون كل هذه الأمور لإطالة المعركة، إلى يعني إطالة وقيد المعركة بالنسبة لهم، وإلى استخدامها حتى في النواحي يعني النواحي التي فيها أيضا إذلال للناس، وتوزيعها بالشكل الذي يرونه مناسبا وخادما لمشروعهم ولقضيتهم ولإسقاطهم للدولة واليمن. وبالتالي أعتقد أيضا هذا أمر مهم جدا، وهو أمر لا بد أن يطرح وأن يرصد بشكل واسع وكبير، لأنه على المستوى العالمي هذه إغاثات يجب أن تصل إلى مستحقيها مباشرة، لكن ما يحدث في اليمن
شيء سيء جدا. نعم، سنتحدث بشكل أوسع عن مجال الإغاثة أستاذ عبد الله، لكن قبل ذلك يعني من الملاحظ يعني ونحن لدينا أسر في اليمن هناك جشع حقيقي يعني يصيب، لا أدري فقط التجار أم كل من له علاقة بالسلع الغذائية التي تخص المواطن، يعني ازداد سعرها بشكل جنوني، وكلما سألهم لماذا السعر يعني ارتفع يردون بكل بساطة رمضان كريم. يعني هل رمضان عوضا عن أن يكون شهر الرحمة، شهر يعني الإحساس بالآخر، يصبح فرصة لاستغلال حوائج الناس بهذا الشكل؟ يعني طبعا هذا أمر أنا أتفق معك عليه تماما، لكن دعينا نتحدث أيضا عن موضوع مهم وهو لماذا ارتفعت السلع الأساسية في اليمن، ما هي أسباب ارتفاع المواد الغذائية بهذا الشكل؟ التصرفات الانقلابيين في موضوع يعني ازدواجية الضرائب وازدواجية الرسوم الجمركية، الصعوبات في وصول هذه المواد الغذائية. لكن أنا أريد أيضا أن أشير إلى أمر مهم، أنه في اليمن ليس هنالك حصار، هنالك مواد غذائية متوفرة، وهنالك يعني استمرار لتدفق المواد الغذائية والتجارية إلى ميناء الحديدة. ولكن حتى في هذا الميناء وهذه المدينة التي تستقبل شهريا أكثر من 12 مليون دولار إلى جيوب الميليشيات، تعاني من هذا الإشكال الكبير في الجوانب الغذائية، بل وصلت إلى مرحلة المجاعة. إذن هنالك تصرفات كبيرة جدا يعود سببها إلى الانقلاب وما أحدثه في السوق الاقتصادية مما رفع الأسعار. وأنا في تصوري أيضا أن هذا الرفع وهذا التصرفات هي ليست أيضا مجرد تداعيات لما يحدث في اليمن، وإنما هي أيضا أعمال ممنهجة. بالتأكيد هنالك كثير من التجار الحروب، هنالك من كثير ممن يستفيدون ويحاولون الاستفادة من يعني من الأوضاع المعيشية، ممن يحتكرون، هذا أمر أكيد وبالتأكيد، وهو موجود في كل زمان ومكان. وبالتأكيد أيضا أنه أمر يعني غريب على مجتمعاتنا، لكن أيضا هنالك يعني صور ممتازة وصور رائعة في المجتمع اليمني. نحن نسمع كل يوم عن مبادرات وإن كانت بسيطة تحاول أن يعني أن تجتذب من يريدون الخير، وأن تساعد المحتاجين، وأن تعمل قدر الإمكان على أن يعني تسد بعض النقص في هذه المواد، وأن على الأقل أن تحفظ الأسر المتعففة. أنا معك أن هنالك كثير من هؤلاء التجار، لكن في الأسف للأسف الشديد أنهم يعني إن لم يكن أغلبهم فهم مرتبطون إما بالانقلاب أو مرحب بهم من الانقلاب، يعني تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء والمناطق التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين. ليس هنالك جهد رسمي حقيقي لمنع مثل هذه من هذا الاحتكار ورفع الأسعار، ويبدو أن الأكثر والمستفيد من هذا الأمر هم يعني الجماعة الحوثي ومن هم مرتبطين بجماعة الحوثي وصالح. نعم، يعني أستاذ عبد الله، يعني أنت تطرقت لنقطة مهمة وهي الجانب الإيجابي، لكن يعني الغريب أيضا أن هذا الجانب الإيجابي الذي يعني يشكل بصورة مبادرات نجد أن القائمين عليها شباب ربما لا دخل حقيقي لهم، يحاولون من خلال علاقاتهم الشخصية، وقد يعني تناقشنا مع أكثر من مبادرة هناك يعني يحاولون طرق أبواب الميسورين حتى يستطيعوا أن يوفروا يعني وجبات رمضانية. هناك أكثر من مطبخ يعمل في رمضان لتوزيع وجبات رمضانية لكثير من البيوت التي تحتاج هذه الوجبات. ما الذي يمكن قوله لمثل هؤلاء الشباب؟ بالتأكيد هذه مبادرات وجهود لابد أن يعني أن تكون محل فخر ومحل دعم، وأيضا محل يعني تقدير بالنسبة لنا جميعا. لكن الغريب أيضا أختي الكريمة أنه أنجح هذه المبادرات هي التي تعتمد على المبادرات المجتمعية من المجتمع المتوسط. يعني أنا لدي يعني تواصل مع بعض هذه المبادرات، للأسف أن كثير من البيوت التجارية ربما لا تتجاوب كثيرا مع هذه المبادرات، وأن المبادرات رغم أنها بسيطة وأنها تحدث فرقا في كثير من المجتمعات المحلية في اليمن، في طول اليمن وعرضه. أنا أريد أن أؤكد أنه ليس فقط تلك المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، وإنما مناطق أخرى من المناطق المحررة هنالك
مثل هذه المبادرات التي حققت نجاحا. نحن لا نتحدث عن نجاحات خارقة، ولكن على الأقل نجاح نسبي في مجتمع محلي، حتى لو كان مجتمعا بسيطا، مخبز لعمل الخبز وتوزيعه، وجبات بسيطة توزع، حتى على مستوى السلل الغذائية التي المتواضعة، لكنها بالفعل تحدث فرقا كبيرا، وهذا الأمر يجب أن يكون محل تقدير من الجميع. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ جمال بلفقي، منسق اللجنة العليا للإغاثة باليمن. مساء الخير أستاذ جمال. أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ جمال، حدثنا عن الشأن الإغاثي في اليمن خصوصا في شهر رمضان المبارك. طبعا نشكر قناة بلقيس على الاستضافة هذه، وكذلك نشكر نقول شهر مبارك كل عام وانتم بخير للشعب اليمني في عامة. طبعا نحن في اللجنة العليا للإغاثة من خلال شركائنا الخليجيين، فكنا نحن نرسل الإغاثات خاصة في شهر رمضان، في توجد عندنا بعض البرامج الموجودة في شهر رمضان، فمثلا في من مركز الملك سلمان ونفذ افطار الصائم في حدود 230 ألف وجبة غذاء، وجبة افطار مقسمة لخمس محافظات وهي مارب وتعز وإقليم عدن اللي هي طالع وأبين ولحج وعدن، وهذه الأفطار الصائم كانوا مستفيدين فيها اللي هم النازحين الموجودين في منطقة عدن وفي المناطق المجاورة، كذلك الداخلية الطلبة اللي في يدرسوا في الداخليات والنازحين والطرقات، وكذلك من خلال الإمارات عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي 75 ألف سلة وزعت في عدة مناطق مختلفة في وادي حضرموت وفي وكذلك في إفطار الصائم. الهيئة الكويتية وزعت 16 محافظة في المناطق الشمالية 75 ألف سلة غذاء، وزعت في كل المحافظات في المناطق الشمالية يعني تقريبا قيمة كل سلة 100 دولار، إلى جانب هي يعني تعمل في مجال المرض الكوليرا. كان المرض الكوليرا كان يعني في حدود 500 نصف مليار ريال يمني، عبارة عن التوعية وبعض الأدوية الموجودة في الكوليرا. مركز الملك سلمان كذلك غدا إن شاء الله منتظرين الأدوية التي توقع أخيرا مع مركز الملك سلمان منظمة الصحة العالمية، ستوصل أدوية الكوليرا تتوزع في جميع المحافظات الموبوءة. نعم، إذا كيف يمكنكم العمل يعني في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا؟ هل هناك يعني مضايقات تتلقونها أم أن الأمر يتم بسهولة؟ طبعا نحن عن طريق شركاء الأمر يتم عن طريق شركائنا المحليين الموجودين في المحافظات الشمالية، عن طريق بعض منظمات المجتمع المدني، فهم يقومون بالأعمال الإغاثية للمواطنين. فطبعا نحن في مركزية الحديدة كنت سبق وان عملنا هذه التجربة ونجحت، وبالمحافظات في كل المحافظات نحاول اي محافظة نحن في اللجنة العليا للإغاثة سواء نحاول نقدر نوصلها عن طريق الشركاء او لا. نعم، اذا يعني ماذا عن خارطة التوزيع؟ هل تشمل يعني كيف تم رسم هذه الخارطة؟ هل تشمل المناطق الاكثر احتياجا ام المناطق الاسهل وصولا؟ لا طبعا احنا كذا نحن بالنسبه للتوزيع هي يعملون مسحه بالنسبه للمنظمات المجتمع المدني تقدم لنا مساحات كامله في المناطق اللي هي اشد احتياجا، وخاصه في المناطق النزوح. يعني احنا دائما نركز في عمليه الاغاثه في المناطق النازحه ومستضيفين النازحين لانهم اشد فقرا من ان ياتي اليهم، وكذلك نحن نحاول قدر المستطاع ان كذلك المعاجين وكذلك أصحاب السيارات الخاصة وأبناء الشهداء والجرحى، فكان عملية أن يخطط عمل كامل تكاملة فالكل يتكاتف في هذا المجال. وطبعا في شهر رمضان كل العمل عمل خاصا يعني مختلف عن كل الأشهر، لأن شهر رمضان مميز فكانت السدات الغذائية موجودة. كذلك نحن وصلت لنا 2000 طن حوالي 20,000 كيس قمح من الحكومة الباكستانية للشعب اليمني 17 محافظة، وبدأت التوزيع إليها في هذه المناطق الموجودة. غير التمور، لا زال في التمور نشتغل نقوم في توزيعها سواء كان في وادي حضرموت سواء في الساحل الغربي. فالتمور موجود يعني تقريبا 460 طن من ملك سلمان من شهر شتران الى رمضان، وكذلك 110 طن الهلال الاحمر الاماراتي. فكل هذه الاشياء تكاتف العمل وتكاتف المنظمات الموجوده
من اجل رفع المستوى الموجود، غير الامداد المائي وغير الموضنات وغير الكوليرا، فكل هذه الامور كلها تشتغل في سياق واحد. نعم. إذا ماذا عن الجانب النفسي أستاذ جمال؟ يعني هل يتم مراعاة المحتاجين ونفسيتهم وعدم يعني استخدامهم كمادة دعائية لما يعني تم عمله من جهود إغاثية؟ هو طبعا احنا بالنسبة للجانب النفسي بالنسبة للأمور هذه نحن نعملها أي حساب، ودائما بنلوخهم أن الفضلات أن أحيانا بعض المنظمات تطلب التوثيق في هذا العمل. نعم. التوثيق ليس من أجل الدعاية، التوثيق من أجل مصداقية العمل نفسه، ولهذا سيكون عمليا نموذج معين. لكن بالنسبه لنا نحن في اللجنه العليا للاغاثه عندما يكون في توزيع من اللجنه للاغاثه ما نبحث عن التوثيق، لان نحن نمثل الدوله والدوله مش محتاجه انها توثق شيء. نعم. اذا شكرا جزيلا لك استاذ جمال بلفقيه منسق اللجنه العليا للاغاثه باليمن، كنت معنا عبر الهاتف. عوده اليك استاذ عبد الله. استاذ عبد الله، استمعت لحديث الأستاذ جمال، يعني هناك خارطة عمل، يعني تم تحديد المناطق الأكثر احتياجا، هناك تنسيق أيضا مع شركاء المحليين، إلى أي مدى ممكن تسهم مثل هذه الجهود الإغاثية في تخفيف ما أصاب اليمنيين؟ أستاذ عبد الله، هل فقدنا الاتصال؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعاود التواصل بك أستاذ عبد الله. لا يخفاكم مشاهدينا الكرام يعني أن شهر رمضان هو شهر المحبة والخير، وهو شهر الذي ينتظره الكثيرون ربما لسعة إنفاقهم. أنا لفتتني يعني بعض المبادرات التي كانت من خارج اليمن والتي هي مهدفة لأجل اليمن، قام بها شباب يمنيون. مثل هذه الجهود يعني تدل على أن الخير ما زال في قلوب اليمنيين مهما ابتعدوا عن أوطانهم. إذا مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. إذن أعود إليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، كنت سألتك قبل الفاصل، يعني حدثنا الأستاذ جمال بلفقيه وهو منسق اللجنة العليا للإغاثة باليمن عن جهود إغاثية حقيقية بالشراكة مع شركاء محليين في مناطق سيطرة الحوثيين. هناك يعني عدد لا بأس به من يعني اليمنيين الذين تم تغطيتهم خلال شهر رمضان، أيضا المناطق التي تم تغطيتها من خلال الجهود الإغاثية. ما الذي يمكن أن تشكل هذه الجهود من فرق بالنسبة للمواطن؟ يعني أولا لابد أن نشير إلى أن يبدو أن الأكثر نجاعة في الوصول إلى المستهدفين هي تلك الجهود الإقليمية والمحلية التي أثبتت أنها ربما أكثر نجاعة وأكثر فائدة لليمنيين من الجهود الدولية التي تختفي وراء يعني التسييس القضايا الإنسانية أكثر من أن تكون فاعلة حقيقية على الأرض وأن تصل بالجهود يعني الجهود الإغاثية إلى المستحقين وإلى المستفيدين. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا أن بالتأكيد هنالك مسؤولية كبيرة على الحكومة اليمنية، هذه المسؤولية مسؤوليتها عن كل فرد في اليمن وليس فقط في المناطق المحررة وإنما أيضا في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين، وهي معنية أيضا بأن تبحث عن كل الوسائل التي يمكن أن توصل الإغاثة والمساعدات، بل وأن تحل مشاكل كثيرة متعلقة بالرواتب وغيرها لليمنيين جميعا. وأعتقد أن هذا الأمر يجب أن يكون ماثلا وواضحا أمام الحكومة باعتبار أنه مسؤولية كبرى وهي المعنية الأولى بمثل هذا الأمر. بالتأكيد هنالك جهود إلى حد ما كبيرة أو إلى حد ما معقولة في محاولة سد الفراغ في الاتجاه الإغاثي في اليمن. نحن أيضا رأينا أن هنالك محاولة للوصول حتى لمستهدفين في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، مع أنها يعني تلقى كثير من الصعوبات، لكن عندما توفرت الإرادة وتوفرت العزيمة في إيصال مثل هذه المساعدات وصلت. ونحن نتكلم مثلا عن التحيطة مثلا في الحديدة، كان هنالك تشبيك مع منظمات محلية
ومنظمات المجتمع المدني محلية، واستطاعت الإغاثة والحكومة أن تصل إلى هؤلاء وأن تحدث فرقا، وأيضا حتى بعض المنظمات الدولية استطاعت أن تشبك مع بعض المنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. وأعتقد أن هذا الأمر مهم ويجب أن يفعل بشكل أكبر لكي يكون فاعلا بشكل أكبر، وعلى الجميع أن يدرك أنه أمام القضايا الإنسانية هذه مسؤولية الجميع، وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال تسييس القضايا الإنسانية والقضايا الإغاثية. هنالك إنسان يعاني وعلى الجميع أن يدرك هذه المسألة بشكل كبير. نعم، إذن أستاذ عبد الله لو تحدثنا عن يعني مسألة توثيق هذه الجهود الإغاثية، هناك منظمات يعني تطلب من الشركاء المحليين توثيق ما يقومون بعمله، وهناك من يشعر أنها إساءة لهذا المواطن حين يصور وهو يستلم يعني المواد الإغاثية التي حصل عليها، في ظل يعني إرادة المنظمات الإقليمية في توثيق ومصداقية عمل الشركاء المحليين، هناك أيضا جرح لإحساس هؤلاء، كيف يمكن التوازن بين هذه النقطتين؟ يعني لابد أولا أن نفرق بين موضوع التوثيق وبين الإعلان عن هذه الفعاليات. التوثيق أعتقد أنه أمر مطلوب، أنا أعرف جيدا أن بعض الجمعيات الخيرية وحتى منظمات الهلال الأحمر في بعض البلدان المانحين لها أو الداعمين لهذه المنظمات يطلبون أن يتم توثيق مثل هذه الفعاليات، وبالتالي هي مضطرة لمثل هذا الأمر. أيضا بعض المانحين يصرون على مسألة التوثيق، وحتى ليس فقط في الإغاثة المباشرة وإنما أيضا في المشاريع الخيرية. فهذا موضوع، الموضوع التوثيق موضوع أعتقد أنه ليس فيه أي إشكال على الإطلاق، ويجب أن نفرق بينه وبين استخدام هذا التوثيق فيما بعد في موضوع في مسألة يعني ما يمكن أن نسميه محاولة إظهار الجميل أو محاولة التباهي بهذه الأفعال التي يعني يتم عملها على الأرض. وفي بعض الأحيان يكون الإعلان والإعلام عن بعض المشاريع يفوق أصلا تأثيرها في المجتمع، وبالتالي أنا أفرق تماما بين هذا الأمرين. لا مشكلة على الإطلاق في موضوع التوثيق، ولكن أيضا يجب أن يتم الإعلان والتعريف بمثل هذه الفعاليات بشكل يحافظ على إنسانية الإنسان، وأن لا تستخدم هذه القضايا أيضا للعب على المجال السياسي والخلفيات السياسية والمماحكات، وإنما يجب أن يكون، وخاصة مثل هذه الأفعال الخيرية يجب أن يكون هدفها الإنسان أولا وأخيرا، وبالتالي يجب أن يراعى كثيرا أن لا يعني أن لا يمس بكرامته وأن لا يستخدم في إطار يعني من الإعلان والإعلام الذي ربما يتجاوز أيضا ما يجب أن يكون عليه. نعم أستاذ عبد الله، يعني منذ يعني في عادة في سنوات الحروب تظهر العديد من الجمعيات الخيرية، تظهر العديد من المبادرات، تظهر العديد من المنظمات التي تستطيع أن تربط بعلاقاتها مع الخارج، يعني ربما منذ 2011 ظهرت العديد منها العشرات من هذه الجمعيات، ولكن في خلال العامين الأخيرين نسمع بمئات من هذه المنظمات التي ربما لا تعمل لا ترخيص ولا بغيره ولا تحت أسس قانونية معينة، ولكن هناك يعني لا أستطيع أن أسميها بمسمى ابتزاز للواقع أو ما يحدث لنشوء مثل هذه المنظمات. هناك فعلا أصوات كثيرة من الداخل تتحدث عن هذه المنظمات العديدة التي هي مجرد تسميات تستغل الوضع في الداخل ولكن لا عمل لها حقيقي على الأرض. يعني اولا هذه المشكله ليست مشكله انيه، يعني انا اتذكر ايضا انه كانت في مطلع الالفيه وفي 2011 و2012 كان هنالك يعني ربما مئات وربما الاف الجمعيات التي فقط هي اسم وليس لها اي يعني اي تاثير على الارض. ما حدث ايضا بعد الانقلاب لابد ان ننتبه له جيدا، ان الحوثي أو جماعة الحوثي تقريبا قضت على الفعل الحقيقي للمنظمات ذات الطابع المجتمعي على في المناطق التي تحت سيطرتها، وحتى أنها أيضا جيرت كثير من بعض المكاتب المنظمات الدولية لصالحها، وبالتالي ليس هنالك عمل حقيقي
يمكن أن نسميه منظمات مجتمع مدني يعني فاعلة بشكل حقيقي، ويمكن أن تعمل بشكل يعني ربما نقول نظامي أو حقيقي أو قانوني. هذا أمر يجب أن نلتفت إليه. بالتأكيد بعد ذلك ظهرت كثير من الفعاليات والمبادرات التي ليس لها هدف إلا الربح المادي وإلا محاولة يعني الاستفادة من الوضع القائم، وهو في إطار يمكن ما نسميه بتجار الحروب. ليس تجار الحروب فقط هم الذين يتاجرون في الأسلحة، ولا يتاجرون أيضا في أقوات الناس وفي غذائهم، ولكن أيضا في معاناتهم. هذه قضية مهمة جدا. يعني تجار الحروب ليسوا فقط أولئك الذين بشكل مباشر يعني يستفيدون من السلاح ومن الغذاء، ولكن أيضا من يتاجر بمعاناة الناس. وأعتقد أن هذه من أخطر المصائب التي يمكن أن تصيب اليمن. أنا أيضا للأسف يعني لابد أن أيضا نؤكد على أمر مهم. هنالك في بعض الأحيان من التضخيم الدولي للمنظمات الدولية محاولة تسييس الأمور الإنسانية في اليمن، ومحاولة يعني الانتقال بالإغاثة إلى مربع آخر، وبالتالي تعجز المنظمات الدولية عن أن تكون فاعلة في اليمن. هذه أهم شيء وأهم سبب يمكن أن يجيب على التساؤل الكبير. لماذا تختفي جهود المنظمات الدولية؟ نعم ابقى معنا، تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة حياة الذبحان الناشطة الحقوقية من تعز. مساء الخير أستاذة حياة. مساء الأنوار وشهر مبارك لكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. علينا وعليك أخت حياة وعلى جميع مشاهدينا ومتابعينا في اليمن الحبيب. حياة يعني نود منك وأنت في تعز وفي قلب العمل الإغاثي أن تحدثينا، يعني تعز بين واقع جديد محفوف ربما بالانتصارات وأحيانا يعني الآلام والجراح، واقع لا يخلو من المعاناة الإنسانية، حدثينا عن ذلك. نعم في حقيقة الأمر قد أعلن عن هذه المدينة مرارا وتكرارا بأنها مدينة منكوبة ومحافرة، وضع إنساني مزري للغاية. الأوضاع الإنسانية هنا كارثية حد الكون. نحن أمام مجاعة تهدد سكان مدينة تعز، هذه المدينة التي لم تصلها أي من القوافل الإغاثية أو أي من المنظمات الدولية التي تعنى بحق الإنسان في الحياة. أين هي المنظمات التي سقطت أقنعتها في هذه الظروف بالتحديد، والتي من المفترض أن تعمل في ظل هذه الظروف أو أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والإنسانية هنا تجاه السكان في مدينة تعز؟ كانت المنظمات التي تعنى بالإغاثة في مدينة تعز متواجدة قبل دخول ميليشيا صالح والحوثي إلى هذه المدينة، وحينما دخلت ميليشيا صالح والحوثي إلى مدينة تعز رحلت هذه المنظمات من مدينة تعز لتعمل في الأماكن التي تسيطر عليها ميليشيا صالح والحوثي. القوافل الإغاثية التي تأتي إلى المنافذ التي تسيطر عليها كذلك ميليشيا صالح والحوثي فيقومون بنهبها وبيعها لتجار السوق السوداء. نحن طرحنا عدة تساؤلات مرارا وتكرارا وتواصلنا مع هذه المنظمات، لماذا لا تصل القوافل الإغاثية إلى مدينة تعز عبر المنفذ الغربي من مدينة عدن ثم لاحج ثم التربة الضباب تعز؟ يعني عدة تساؤلات نحن نطرحها ولا نرى مجيب. لم تكن لهذه المنظمات للأسف الشديد أي من الأدوار الإنسانية المناطة بها في مدينة تعز. أين هي منظمات الصحة العالمية التي من المفترض أن تعنى بالأوضاع الصحية في هذه المدينة؟ حتى اللحظة ما يقارب 94 من حالات الكوليرا تصيب السكان هنا في مدينة تعز، ناهيك عن الأمراض المنتشرة بسبب تكدس النفايات في مدينة تعز. أين هي منظمة اليونيسف التي تعنى بالأطفال والتي ناشدناها مرارا وتكرارا بأن تنقذ الأطفال الذين جرحوا في الحرب وأصبحوا الآن يعانون من إعاقات مستديمة؟ كان يمكن أن تتلاشى تلك الإعاقات إذا كانت هذه المنظمات استجابت لنا، لكن كما ذكر الأستاذ الفاضل بأن هذه المنظمات هي تتاجر بمعاناة الناس. أصبحت اللحظة وسقطت كل الأقنعة المزيفة لهذه المنظمات في ظل هذه الظروف بالتحديد. كما ذكرت أستاذة بأنه 80% من سكان هذه المدينة لا يتعاطون سوى وجبة واحدة في اليوم. شهر رمضان أقبل على هذه المدينة وفي ظل انقطاع الرواتب، في ظل انقطاع الوضع الصحي وعدم دخول القوافل الصحية كذلك إلى مدينة تعز.
نعم، يعني حدثنا الأستاذ جمال بالفقي وهو منسق اللجنة العليا للإغاثة باليمن أن تعز إحدى يعني خمس محافظات توليها اللجنة الإغاثية اهتمامها خاصة يعني هذه الفترة، هناك خطة لإيصال دعم إغاثي وطبي لهذه المحافظة، ما مدى تواصلكم باللجنة العليا للإغاثة؟ نعم، نحن في حقيقة الأمر نسمع جعجعة ولا نرى طحينة. محافظة تعز، مدينة تعز، طالما وعدت كثير من هذه الوعود لكن في حقيقة الأمر لم ينفذ أي من هذه الوعود بترجمانها على أرض الواقع، ما نسمعه فقط مجرد. نعم، هل يمكن أن تتابعوهم أستاذة حياة؟ يعني هل يمكن أن تتابعوهم خاصة أنهم يعملون يعني تحت مظلة الشرعية وبتواصل مع الملك سلمان، يعني مركز الملك سلمان؟ في حقيقة الأمر مركز الملك سلمان يقوم بجهود مشكورة هنا في مدينة تعز، ولكنها لا ترتقي إلى أن تفي باحتياجات السكان في هذه المدينة. يعني يعتبر ما يصل إلى هذه المدينة هي عبر الجمعيات الخيرية في دولة قطر الشقيقة والكويت، وهي كذلك معونات تشكر عليها دولة قطر الشقيقة والكويت التي أهلت الآبار كذلك في هذه المدينة، ولكنها لا ترتقي إلى أن تصل إلى المستوى المطلوب. نحن أمام مجاعة تهدد سكان هذه المدينة، يعني ما يصل إلى هذه المدينة هو 25 كيلو من الدقيق و10 كيلو من الأرز، 10 كيلو من السكر و4 لتر من الزيت. ما الذي سيفي بهذه الاحتياجات للأسرة؟ يعني تقريبا هذه الأشياء لا تدوم مع الأسرة سوى ما يقارب الثلاثة أسابيع فقط. فعلا الوضع الإنساني في مدينة تعز كارثي للغاية. نحن حتى نقول بأن الإعلام لا يسلط الضوء يعني بقدر حجم المعاناة في هذه المدينة بالتحديد، مدينة تمطر بوابل من الصواريخ والقذائف والرصاص، الجراح، الأشلاء، مستشفيات متهالكة، أوبئة، أمراض منتشرة، غياب السلطة المحلية للقيام بدورها في تقديم الخدمات لهذه المدينة. يجب على هذه المنظمات ومن يعنى بهذه المنظمات أن يوصل رسالته الحقيقية الإنسانية في ظل هذه الظروف. ونحن دائما سكان هذه المدينة نقول بأن تعز تحتاجكم اللحظة، أما حينما تتعافى فهي لا تحتاج أحد. وضع فعلا كارثي للغاية. أنا أتمنى من كل من يسمعني الآن عبر قناة بلقيس الفضائية أن يبادر ويساهم لدعم سكان مدينة تعز في هذا الشهر الفضيل. هناك أسر لا تجد ما تفطر به في المنازل، هناك أسر لا تستطيع أن توفر حتى ولا أبالغ في ذلك قيمة الكيس التمر وهو 500 ريال. يعني نعم حياة، نعم أود أن تسلط الضوء أكثر. نعم حياة، أود أن تسلطي حاجات الناس بدقة ونرى كل شيء، نرى ما يؤلمنا كثيرا جدا من وضع. نعم حياة، إن سمحتي لي يعني حتى أستغل وجودك معي أن تسلطي الضوء أكثر على حاجة الناس في رمضان ومدى الجهود الإغاثية التي لمستموها في خلال شهر رمضان. هل هناك تغير أو تحسن؟ خاصة يعني نحن نعرف أن شهر رمضان هو شهر الإحسان، شهر يعني تزيد فيه العطاءات لما فيه من يعني طلبا للأجر والثواب. يعني هل هناك يعني تحسن بشكل أفضل في شهر رمضان في تعز؟ نعم، في حقيقة الأمر لولا جهود فاعلية الخير الذين أصبحوا في نظرنا هم الدولة وهم الحكومة وهم كل شيء في هذه المدينة، هم من يمدون يد العون لهذه المدينة منذ دخول ميليشيا صالح والحوثي إلى هذه المدينة. فاعلية الخير هم من وقفوا في اللحظات الحرجة مع سكان هذه المدينة، هم من قاموا بدعم القوافل الإغاثية التي سيرت إلى مدينة تعز، هم من قاموا كذلك بإنشاء جمعيات هنا في مدينة تعز ومؤسسات، إضافة كذلك إلى إنشاء المبادرات والتكتلات الشبابية التي حاولت بقدر المستطاع تخفيف الألم. فعلي الخير من كل أنحاء اليمن الذين يحبون تعز وتعز تحبهم أثبتوا ولاءهم ووفاءهم لهذه المدينة بكمية التبرعات التي تصل إلى كل من تلك الجمعيات والمؤسسات والمبادرات لتنفيذ أنشطة إغاثية في مدينة تعز. مدينة تعز التي كذلك تعاني ليس فقط الحصار بل تعاني النزوح، لدينا الوازعية التي هجر أبناؤها، لدينا الكدحة، لدينا جبل حبشي وبلاد الوافي وتبيشعة والتعزية وحدران والصيل، هذه المديريات هجر أبناؤها وأصبحوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا حول لهم ولا قوة في العراء.
كانت هذه الجهود من فاعلية الخير استطعنا بفضلها أن نلملم الكثير من الألام وأن نخفف الكثير من الجراح، إضافة كذلك إلى المعونات التي كذلك وصلت من فاعلية الخير عبر إرسال مجموعة من الأدوية إلى المستشفيات، وكذلك جمع التبرعات لتأهيل المستشفيات، ولكذلك لجمع علاجات للجرحى ولقضاء ديون الصيدليات. فعلا جهود حقيقية جبارة، ليس فقط في شهر رمضان المبارك، بل إنها منذ سنتين، وسيكتب التاريخ عن أولئك الرجال الأماجد الذين مدوا هذه المدينة، وكذلك النساء الفضليات اللواتي قدمنا ما يستطيعنا تقدمه لدعم هذه المدينة. وما صمود هذه المدينة إلا بصمود الحاضنة الشعبية من كل أنحاء العالم في مدينة تعزي، أنهم يعلمون بأن تعزي مدينة القلم والثقافة، ولا يمكن لهذه المدينة سوى أن تنتصر للحب والسلام. شكرا جزيلا لك يا حياة ذبحاني الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة لك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني تحدثنا يعني حياة عن معاناة تعز، وهي معاناة دائمة وغير جديدة، وما تصلها من يعني معونات قليلة جدا بحجم احتياجها. لا منظمة دولية تراعي هذه المسألة، ولا منظمة دولية خاطبوها أكثر من مرة وصلت إليهم، على العكس هي تصل فقط للجانب الذي تسيطر عليه ميليشيا. غياب ضمير الدول المانحة ربما أو التي اكتفت بالمؤتمرات دون ما إسناد حقيقي لبلد يقف على مشارف المجاعة إن لم يكن قد دخلها فعلا، كيف تفسر؟ يعني أنا في تصوري أنه يعني السياسة تلعب بكل شيء، يعني أنا في تصوري أيضا أن السياسة تعصف بكل شيء، يعني حتى في بعض الأحيان هنالك تعظيم لبعض الأمور ليس لغرض يعني إغاثتها. أنا أتحدث عن المنظمات الدولية، يعني عندما تحاول أن تستخدم الأرقام وأن تكبر الأرقام لمحاولة الضغط السياسي دون أن تكون فاعلة على الأرض، وهي من المفترض أن تكون موجودة. أنا أذكر دائما وأقول أنه في بعض الأحيان أو في بعض المناطق الأكثر صعوبة وقتال من اليمن وأكثر مأساة من اليمن تتواجد المنظمات الدولية دون أي حديث عن الصعوبات، بل تحاول أن تضغط بكل الاتجاهات لإيجاد منافذ يعني ممرات آمنة إلى إيصال المساعدات. لكن ما يحدث في اليمن هو عكس ذلك تماما. نحن نتذكر أنه أكثر من مسؤول أممي منع من دخول تعز، بل أطلق عليه الرصاص، وفي الأخير أغلقت مكاتب اليونسيف من قبل الحوثيين وصالح، فقط لأن اليونسيف تجرأت أن تقول شيئا عن بعض ممارسات الميليشيات. وبالتالي أعتقد أنه هنا أيضا أن أداء المنظمات الدولية، أنا أقول دائما أن المنظمات الإقليمية والمنظمات المجتمع المحلي والمجتمع المدني هي أقدر وأكثر قدرة على إيصال المساعدات إلى المتضررين، لأن المنظمات الدولية حتى وإن يعني خلت من موضوع الاستخدام السياسي للجانب الإنساني فهي أيضا تكاليفها باهظة، هي تجمع الأموال ولا تصرفها ولا يصل للمحتاجين إلا 20 إلى 30%، ونحن نعلم جيدا ما هو واضح من أداء هذه المنظمات والمنظمات الدولية. نعم، وبالتالي أنا أعتقد أن هنالك إشكالية كبيرة، هنالك مشكلة كبرى في موضوع التعامل المنظمات الدولية مع الأزمة في اليمن. اليمنيون لديهم قدرة على أن يتكافلوا، أيضا لديهم قدرة على أن يتواصلوا مع محيطهم الإقليمي، محيطهم الإقليمي بالتأكيد هو عليه أيضا واجب الأخوة وواجب النصرة وواجب الإغاثة، وأعتقد أن التعامل مع المنظمات المجتمعية والمبادرات المجتمعية هو أنجع وأفضل للوصول إلى المتضررين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.